بسم الله الرحمن الرحيم. انا النهارده ان شاء الله هشرح جزئيه صغيره جدا. وهي خاصه بريلي ماي كوم بي 546، صغيره، حته فانكشن صغيره جدا من جزء الديستانس، وهي البي اس بي باور سوينج بلوكينج. خدها واحدة واحدة بالراحة، بس هي في التست فورمات. ده التست فورمات بتاعتها، مثلا ديستنس بروتكشن باور سوينج بلوكينج بي، ده في ريلي السيستم بتاعها، في ريلي ممكن تاكتف هتعمل لها انيبل وديسيبل من الكونفيجريشن. عندك موجودة هنا باور سوينج بلوكينج، ممكن تعمل لها انيبل وديسيبل. بعد ما تشغل انيبل وديسيبل تروح على البلوكينج، على باور سوينج بلوكينج. باختصار في كلمتين، باور سوينج كفانكشن تنقسم لحالتين. اول حاجة انت ممكن تفعلها كانديكيشن او بلوكينج، هنا كده تك عليها كانديكيشن او بلوكينج. طيب في الانديكيشن، طبعا الابديت الجديد بتاع الزيرجي اللي هو 7.10 في الحركات دي، يعني تفتح تقفل فانكشن ما يديكش الاوبشن بتاعها، ما يديكش الفانكشن او الاوبشن بتاع الفانكشن مفتوحه. بس انا بجيب نختار في الانديكيشن، نختار في الانديكيشن هيبقى الباور سوينج هيعمل انديكيشن بس كالارم، تيجي توظفه كالدات، لكن مش هيعمل لك اي بلوكينج لاي فانكشن تانية. فانكشن تانية معايا الزد، يعني ان الباور سوينج بيعمل، ممكن اوظفه يعمل بلوكينج لزد 1 ما يعملش بلوك لزد 2، او يبلوكن لجميع الزد اللي عندي، لكن كانديكيشن ما ياخدش اي اكشن، مجرد الارم، او بتدخلش في شغل الديستانس خالص. وهنختبر ده وهنختبر ده. والبلوكينج لو عملت بلوكينج يفتح لك، يبدا يفتح لك الزونز اللي عندك، زونز كافيز وجراوند من 1 up to 4، سلو باور سوينج. ده خاصة بالسيتنج بتاعتك هي والباور سوينج سيت ديلي اللي يهمك في السيتنج، هتبدأ افكتف معاك في الاختبار بتاعك اللي هو باور سوينج البلوكين. طيب انت قلنا الباور سوينج بيتقسم لجزئين، انديكيشن وبلوكينج. بلوكينج نفسه بيتقسم لجزئين، بلوكينج توتال تمام، او ما تفتح بلوكينج من ديرك تحتيه ده، هتفتح كل واحدة اللاو تريب، يعني نفس النظام انديكيشن. حلو، بس ده يعني ايه تخصيص التخصيص، بمعنى دلوقتي ايه بكون انديكيشن بيعمل اللاو تريب لجميع الزونز، لكن البلوكينج انا ممكن اختار مثلا ان انا افصل في زون 1 وافصلش في باقي الزونز. يعني مثلا ممكن اقول له اللاو تريب وخلي الباقيين مثلا بلوكينج، تمام. طيب احنا هنقول دلوقتي اللو تريب ده سيبك منه، لان هو زي ما قلت لك بيعتبر كانه ايه انديكيشن. انت ممكن تعمل الحركات دي كلها واللوجيك ده، بمعنى ان ده انا هعمل اللو تريب زون 1 مش هعمل اللو تريب زون 2 حسب الفرنس نيج لما يجي اير. لا ما نو بروبلم، دونت واري. هنقول لو تريب يعني اسمح لزون 1 بالتريب، ما تسمحش لزون 2 بالتريب. ده سيتنج او بلوكينج. بلوكينج معناها
الفانكشن بص ميته، طول ما الباور سوينج موجود والسيستم ديتكت لي طول ما هو مكزيست. اريو انجير طول ما الباور سوينج موجود وديتكت على لي اعمل بلوك توتال فانكشن للزون 1 وما تخلاش تعمل حاجه كتفها لفريز. وعندك ديليد ان بلوك ده برضو كان اختبره، يعني جمد لي الفانكشن دي لفتره معينه ديليد والسيتنج بتاعها هنا، يعني وليكن طول ما الباور سوينج موجود دخلت معايا باور سوينج وديتكت اعمل فريز للزيد 1 بطايم مقداره 1 سكند، سواء بقى الباور سوينج خلصت او ما خلصتش لا اعمل لي تريب، لان ده يعتبر ايه خطر على الشبكه او فولت حقيقي او ما الى ذلك. تحصل باور سوينج يعني هي من كلمتها تذبذب القدره سواء بانخفاض جهد او بانخفاض تيار ذهابا وايابا. خد بالك انت موضوع ذهابا وايابا دي يعني ايه؟ يعني الفانكشن تتمرجع، الباور تتمرجع، هو الانالوج اهي ده دي الريال تايم. طبعا الرجاله بتوعنا بتوع الالكترونكس هم اللي يعرفوا الريال تايم وال والمسميات دي. بتيجي في الريال تايم تلاقي الباور المنظر ده، بتعمل سوينج طالعة نازلة طبعا مش مستقرة، بقت تستقر هي مستقرة اهو. ده باور سوينج ده كله مطلوب باور سوينج، بداية باور سوينج اهو ده اللوجيك بتاع الباور سوينج. يقول لك لو في مثلا حصل بيك اب دلتا واي تغير في التيار، هو بيقول لك تغير في التيار بس انا عامل لك هتغير في الجهد وات ايفر. هو زي ما قلنا لك هو باور سوينج سواء غيرت في التيار غيرت في الجهد كله بيؤدي الى نقطة واحدة اللي هي تذبذب في الباور. في نفس الوقت يخش الحكاية دي في عدم وجود فولت، يعني يحصل تذبذب عندك بره الاول بره الاول بعد كده يخش جوه بعد كده يطلع تاني كده للسوينج، او يخش كده زي الاهبل كده ويطلع من الناحية التانية ده برضو كسوينج. فيبقى ما يحصلش فولت في بداية الباور سوينج، حصل بيك اب ما يحصلش فولت ويعدي 3 سايكلز عنده حسب حساباته الداخلية عنده، وباور سوينج ست تايم يخلص ويبدا يطلع لك على ان جيت باور سوينج تايم اوت باور سوينج بلوكينج تايم اوت لو انت هتعمل بلوكينج، بعد كده فولت ديورينج سوينج ما يكونش موجود فولت ديورينج سوينج خلاص ادينا بلوكينج فور سيلكتد ديستانس زون. يبقى بعد الخارج ده يبدا بعد الكونديشنز دي كلها اللي يشوفها يبدا يطلع بلوكينج او ان بلوكينج ديلي او انديكيشن. بس تخيلوا كده ياكتيف لي الباور سوينج، تبدا الباور سوينج تنطلق بالحبسة اللي هي فيها وتعمل شغلها. الشغلة اللي هو يبقى زي ما قلنا يا انديكيشن يا بلوكينج، وين ديركت تحت البلوكينج الى اللو تريب ان بلوكينج ديلي او توتال بلوك. ده باختصار الباور سوينج. طيب انا اختبرها ازاي؟ بتروح عند الديفايس اكويبمنت بتاع التستر بتاعك تعمل سيكونس. طبعا في الاوميكرون اكتشفنا يعني بعد تجارب معاه ان اكتر حاجه بيستجيب ليها هي التغير في الجهد. فانا غيرت له الجهد بدل من يعني تقريبا نورمال امبير ثابت، تغير الجهد بنزل مع 1 فولت كل بوينت فور ملي سكند او اقل حسب السنينج بتاعك، قوم تنزل مع 1 1 1 1 لغاية ستيج 22 هيبدأ يلقط معاك على 10 فولت. يبدأ يلقط معاك على 10 فولت الباور سوينج. انا بقى في 10 فولت دي مع الباور سوينج مع قيمة التيار ده، ده فولت ده فولت زد 1 زد 2 فولت زون 1 زون 2 ستارت زون 1 مفصلش زون 2 هتفصل
وده اللي انا هختبرهم. فانا هختبر على زون 1 وزون 2 بس. سيبك من السجن الخارج، دول ما لهمش لازمه، دول فاضيين اهو. يعني انا فصلت الخط وتبرمج التايمر بتاعك يعمل اجنور بيفور 22 تجديد سجل بالات شغل شوفها كله، وهتعمل ستارت على الباور سوينج بلوكينج اول ما يحس بيه، ويعمل له انديكيشن عندك على ليه، ويعمل ستوب على الديستانس تريب. خلاص سيبك انت من دول، ده انا بظبط التايم عشان بس ايه يقبل مني سيتنج بتاع التايمنج اللي هم حاجه الاكشوال ده اللي هيطلع لك. عاوز يطلع لك بشكل ظريف الوان هنا، شوف انت هتظبط على ايه. مثلا انت محتاج ان يطلع التي اكشوال، لو هو يعمله ان بلوكينج ديلي يبقى تحط ان بلوكينج ديلي 2 سكند وليكن بلس. زون 1 تريب وتحطها هنا كده وتعمله ديفيجن ليها يجيبها. طب نبرمج ازاي؟ بفتح انا الريلي. طبعا انا بقيت شرح الفانكشن دي لان تقريبا قلبتها في الاختبار الاولي. الاختبار الاولي اللي هو كان زحمه كتير، لكن بدل في روقان يبقى ايه نمزج نفسنا في الاختبار. انا بعمل سيكونس بتاع التستنج بتاع الريلي ورا بعض كده حسب الشيت بتاعي عشان يكون مع الوتنس ورا بعض عشان منتوش مع راجل هو شغال. بقى وحركات عشان ايه نشوف احنا شغالين في ايه. مركز علينا دي ماشي. انا باخد هنا الباور سوينج فولت ساك منه. الباور سوينج بيجي مع التريب لما بيحصل، يعني الباور سوينج جت وفضلت لازقه ما راحتش، لما حصل تريب يجي لك فولت. طب دلوقتي انا عندي دول زي بعض، الباور سوينج ديتكتور هو هو نفس الباور سوينج هما نفس الخارج. باخده عن اوت بوت كونتاكت، اوت بوت كونتاكت الباور سوينج عشان اعمل التايمر بتاعي من بداية الباور ديتكت لغاية لما يحصل تريب. هم رايح واحدة واحدة واخد كلهم على ديستانس زون 1 زون 2 زون 3 زون 4، واخدهم على الدات واخدهم على اوت بوت كونتاكت. ده اللي هيوقف التايمر بتاعي في الاوميكرون. اول حاجة اختبرها اللي هو الانديكيشن. اقول ده انديكيشن بس. هتلاقي التربات بتاعتي بزمن الزونز مفيش، لان الباور سوينج مش هيعمل اي مصلحة فيها خالص خالص. دي ملحوظة مهمة جدا، دايما وانت شغال على الباور سوينج خلي صفحة السوبر فيجن بتاعت الريلي قدامك، بس دايما بعد كل اختبار او بعد كل حقنة انت بتجربها تعمل دور ست تشيل الشغل معاك ما هي سمن. دلوقتي انا عملت له انديكيشن بس، يبقى الزون 1 هتفصل زون 1 والزون 2 هتفصل زون 2. هاك هوريك انا الزون 1 والزون 2 التايم بتاعهم. انا كده لازم الزون 1 مع الزون 2 مع الزون 3 مع الزون 4. حلو احن
التايم اللي هيجيلك هنا هيجيلك تايم زون 1. شوف زون 1 اللي هو بقى تقريبا في حدود بوينت 02. هو سجل لي هنا الفصل بتاع زين 2. ليه بقى؟ عشان انا مبعتش البي اس اللي انا بعته اللي انا عملته بالمرة صح. يبقى ده كده اصل الزون 2، لان كانت اصلا قبل البتاع دي كنت طلب من زون 2 فصل زون 1. بس انا هنا هبعت بتاع الاخير اللي انا عملته ده. حلو السوفت وير بتاع شمال خفيف كده غير الغبي بتاع الستور. احنا قاعد لك اختبرت يعني تعمل هنا بوينت فور تبقى زمن زون 2 عندي. شوف ما ده هيبقى زون 1 جابش حاجة. ليه بقى؟ ليه كنت بتكلم فيه؟ لازم تعمل ريسيت بعد كل اختبار عشان ريلاي ما يبلوكش على نفسه. حلو ما يبلوكش دي يعمل بلوك على نفسه. اعمل ريسيت عشان الريلاي يخش في سايكل جديد. بالك انا كده عملت ريسيت بس ما عملتش اي حاجة تاني غير كده. شوف الفرق. زمن زون 1 اهو 27 ملي سكند زي الفل. يبقى انا اختبرت لك ده الزون 1 والزون 2 as indication. يعني المعلم ما عملش اي حاجة نقول له ريسيت تاني ونرجع باك. نخش بقى في ايه؟ في حركة البلوكينج. اقول له يا عم اعمل لي البلوكينج خلاص يفتح لي بقى كلها. زون 1 لا وزون 1 ده هيبقى شغل نفس الاختبار اللي فات. لا انا عامل له ديليد بلوك 1 ديليد ان بلوك زون 1 واعمل لي بلوك لزون 2. زون 2 1 بتيجي قبل زون 2 يعني دي الصغير بقى الكبير فمش فارقة. اللي هيفصلني او هيفصل التايمر هو زون 1. واعمل لك الباور سوينج قبل كونج ديليد 3 سكند اقول له سيف. طبعا تحس ان انا بشرح الاختبار بسهولة بس الاختبار ده طلع 200 الواحد عشان يعرفه ومية الف محاولة عشان يظبط معايا. شوف دلوقتي اللي هيحصل. ريلير معمول ريسيت ولذيذ. شوف هيعمل ايه دلوقتي. شوف التايم اللي هيطلع لك. المفروض يطلع لك الان بلوكينج ديلي بلس تايم بتاع زون 1 في 3 بكسور اهوت طلع كام؟ 3 وكام بوينت 012 اللي هو التايم ان بلوكينج. طب مش مصدقني هعملها لك تاني. بس هعمل لك الان بلوكينج ديلي ده 2 اقول له سيف. دي ميست شنايدر بقى شفت يرزعلك لك ده لوحده. لكن باش تعمل الاختبار ده على ريلي هولستوم سواد بمعنى الكلمة يعني عشان بعمل ريسيت للريلي. عشان اشتغل معاك شوف بقى يطلع معاك كام المرة دي.
هيطلع 2.21 وعليكم. يعني ميزة الاختبار انك تتحكم في الريلي، خلي الريلي يطلع لك اللي انت عايزه ولا اكتر ولا اقل، يطلع لك اللي انت عايزه. عايز تطلع 1 ثانية يطلع لك 1 ثانية، عاوزه يشتغل يشتغل، مش عاوزه يشتغل ما يشتغلش، ما يشتغلش كده الريلي يبقى مظبوط معاك وانت متحكم في الاختبار. غير كده يعني روح ولع في. المهم طلع كام؟ نفس الحكاية. طب انا عاوزه بقى اخد بقى زمن زون 2، يعني اختبر الريلي كزون 2 ريسيت. في طريقتين، يا تقفل الديستانس من هنا زون 1 التلات طول، معلش بقى تقفلها وتسيب زون 2 شغالة، يا اما تعمل ايه هقوم عامل هنا حركة هبلة كده وقوله بلوك زون كام، زون 1. يعني لو حصل فولت في زون 1 تفصل ليش زون 1، بس لو زون 2 موجودة تفصل لي زون زمن زون 2 مش زمن زون 1. شوف كده هيطلع لك هنا دي اكشوال، يطلع زمن ان بلوكينج بلس زمن زين 2. اوف ولا سحر ولا شعوذ. اكشوال 2.409 عندي زمن زون 2 هنا 0.4 وتي ديلي 2 كده حسبت التايم ديلي بتاع الباور سوينج ان بلوكينج ديلي. خلي بالك انا ديلي مع التايمينج بتاع الزونز نفسها. انت ممكن عاوز بقى الويتنس يخش معاك بقى في زون 3 وزون 4 هو نفس السيكونس، بس الهدف مش الاختبار، مش انا ده انا اعجن في كل الزونز، لا الهدف من الاختبار نتاكد ان الريلي شغال. فاعتقد يعني لو انا اختبرت زون 1 وزون 2 خلاص بقى مش مستاهله بقى ان انا اخش في زونات تانية واخش بقى في احتمالات ان انا اغير بلوكينج ده، لا اخلي ده لو تريب، يعني كل كلام فارغ. يعني لازم واحد يبقى يعني عقله اكبر من كده. يعني لو احنا قلنا لو تريب زون 1، خد بالك انت من الحته دي اللي هيحصل لو عملت الاو تريب. انت تلعب بقى في الفانكشن زي ما انت عايز، لو عملت الاو تريب هيطلع لك زمن الفاصل ده هو زمن زون 1، مش هينسى بقى ان الريلي شغال انا بلوك اساسا، يعني هيشتغل هينسى ليه انا بلوكينج ديلي. معلش لازم تبقى دقيق في الألفاظ، في ناس بتصاد الألفاظ الخطأ اللفظي. شوف هيطلع كام تي اكشوال، كام تي اكشوال يا عين، مطلعش حاجة. ليه ما طلعش حاجة تاني؟ عشان احنا ما سويناش ريسيت للريلي. حلوة ما سويناش دي، بعد شوية هينسى المصرف خالص. نعمل ريسيت للريلي، بلاش كلمة نسوي وما نسويش دي، مش قاعدين في مطبخ. طلعت كام؟ هو 24 ملي سكند كده، ولا دموع ولا حاسس بحاجة. طيب اعمل ريسيت واعمل حركة الهبلة دي تاني على زون 2 واعمل لي بلوك لزون 1. والله هلاو تريب زون 2. انا بس والله يعني اوريك ان مجرد ما تفهم اللوجيك بتاع الفانكشن نفسها ممكن تختبرها بسهولة، يعني وخصوصا كمان لما تفهم يعني الاوبريشن ميكانيزم بتاعت الريلي. وعلى فكرة كل ريلي ليه اوبريشن ميكانيزم يختلف عن التاني. عملت ريسيت الريلي بس تقريبا كلهم متشابهين في البرنسبل اوبريشن. ممكن التيست ياخد اختبار شوية معاك في الاول، لكن بعد كده يعني تمشي الحكاية. استعن بالله ولا تعجز، خلينا عملية بسيطة
شوف التايم هيطلع لك 0.4 تقريبا اهو. طيب شوف الريلي بيسمع كلامي ازاي، مؤدب الريلي محترم يعني بيسمع الكلام، يقول له طلع لي 0.4 طلع لك 0.4، هو الريلي يسحب منك ويسحب عليك يسحب عليك تاني برضه. الكاريل بسعودي عامر يا ست، سيف عندي شيء بعد كده، بس اهم حاجة تعرف الكونفيجريشن بتاع الاوميكرون بتاعك بتاع الدنيا بتاعتك كلها اللي هي ماشية ازاي. وخلاص على كده دي ابسط ما يمكن يعني. نورمال باور سوينج دورة واحد يعني وقت مرير عشان تظبطها، بس الواحد كان مكسل يقرا المانوال بتاعها، او كان في وقت اختبارها كانت العملية زحمة فالواحد كان مأجل قرايتها شوية. عموما ده كل اللي عندك، السنين بتاعها اهو، تلعب هنا يلعب في التايم برا، مسك من اوت اوف ستيب ده برضه كلام فعلا، وهري ده اذا جالك في الفاينل سيتنج تقدر تقراها تاني. اقرأ تسلم تعصم سيرك من الزلل، ده شرح الباور سوينج بأبسط ما يمكن. Any question just contact to me. Any requirement just ask I will answer. All English all the time. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.